فرنسا بمبابي بجريزمان بجيرو بكل الترسانة النجوم اللي موجودة بتخسر فرنسا قدام الدنمارك. ديشان بيرى الأمر عادي، جريزمان قال إنه الكرات العرضية بقى فيها مشكلة كتير والضربات الركنية بقى فيها مشاكل كتير. قصة مبابي بوجبا بتخش تاني للإعلام، فيبدو إنه فرنسا عندها بعض من المشاكل مش زي أسبانيا لكن في سياق آخر. فتعالى نتكلم على ديشان أولا ثم اللعيبة. أنا بشوف إن مشكلة فرنسا مش من الفترة الحالية، فرنسا أنا بشوف مشكلتها في ديشام تحديدا. الفريق بيلعب بشكل فردي بحت. أنا بشوف إن يعني فرنسا عندها واحدة من أفضل التشكيلات اللي حصلت عليها في تاريخ في كل في تاريخ الكورة، في كل المراكز في مواهب. وعايز أقول لك إن بالرغم من في غياب 12 لاعب على منتخب فرنسا الفترة الحالية، وطبعا أحد أسباب التراجع طبعا، ولكن هو في اليورو كانوا مكملين وما قدموش مستوى برضه طيب في اليورو. الفترة الحالية غياب 12 لاعب مهم لإصابات مختلفة، ولكن التشكيلة اللي لعبوا بيها آخر مباراة كلها نجوم. يعني خط نص مثلا كامافينجا، تشواميني، ريال مدريد، مبابي، جيرو، جريزمان، كلها اسامي كبيره. صحيح. ولعيبه كبيره صليبه في الدفاع، اسامي بتلعب في انديه كبيره. اوباميكانو، مندي، بافار، بايرن، يعني برضه تشكيله مرعبه، لكن في فرديه بحته. مفيش لعب جماعي خالص في منتخب فرنسا، تحس ان كل لعيب في وادي، كل واحد بيلعب بدماغه بطريقه مختلفه، مفيش سيستم محدد. في برضه مشاكل دفاعيه واضحه جدا جدا على صعيد الرقابه. الاجوان اللي بتخش في فرنسا يعني ما تخشش في بطل عالم، ما تخشش في فرقه كبيره عندها اسماء كبيره. واضح ان هم مش عايزين، هم ما بيتدربوش على حاجه دفاعيا، ولكن في مشاكل كبيره جدا دفاعيا. من وجهه نظر الشخصيه، المشاكل اللي بره الملعب مأثره بشكل كبير جدا جوه الملعب. وده شفناه حتى في تصريحات اللعيبه. يعني لو بدانا مثلا بمشكله بوجبا ومبابي، وطبعا وقصه ان بوجبا استعان بساحر عشان يصيب مبابي، يعني اثنين من كباتن المنتخب علقوا على الواقع، سواء فاران ان قال ان وقع زي كده تقلقنا كلعيبه، واوجلو ريس نفس الكلام، ومبابي نفسه قال ان هو يعني بوجبا اتكلم معاه ويتمنى ان الموضوع ما يكونش صحيح. مبابي نفسه يعني في بعض الاوقات انا بشوفه نعمه وفي نفس الوقت نقمه. مبابي اصبح قنبله موقوته داخل المنتخب. لو نفتكر في اليورو اللي فات خرجت اخبار كتير عن ان هو دخل في خلافات مع رابيو، مع بوجبا، مع مش عارف فاران، مع ان هو من شهر مارس اللي فات ما بقاش يدخل في الحفلات او يعني في الحملات الدعائيه لمنتخب فرنسا والسبونسرز اللي عاملهم منتخب فرنسا. عنده مشكله في صوره المنتخب من يومين كمان. من يومين، وكان في شهر مارس نفس الوقت. مذيع للامانه، هي حاجه ليها علاقه بالاتحاد الفرنسي. لان هو بيقول ان انا مضيت على حمله اعلانيه ضد السمنه، فاتفاجئت انه الاتحاد مضي عقود مع شركه متنافسه بتقول كونسبت ثاني خالص، فاعترض على ابنه. هقول لك على حاجه، هو برضو احنا ما شفناش ان لعيب بيشذ عن المنتخب او يعني مختلف عن زمايله كلهم وما بيحضرش مثلا جلسه دعائيه للمنتخب، اعلان المنتخب او حاجه. انا يعني ما شفناش حاجه شبه كده، ان لعيب بيفرض شروطه حد ايا كان بقى العقود اللي ماضيها ايه. ازمه عقود شويه، كان صلاح عنده دعم عندنا في مصر، شويه بتحصل يعني بتحصل. ولكن تحس ان نفوذ مبابي بدا يزيد ويكبر في المنتخب. حتى التصريحات، انا عايز اقول لك ان هو برضو اتكلم بعد ماتش النمسا، اوكي، وقال ان انا باخد حريه اكبر في منتخب فرنسا وده مش موجود في باريس سان جيرمان، مع ان باريس سان جيرمان يعتبر هو المهاجم الوحيد اللي بيلعب ومحدش بيجي جنبه خالص، بيلعب كل المنتخبات. برضو ديشامب ضغط شويه في تصريحاته عقب المباراه على جالاتيه مدرب باريس، وقال ان مبابي محتاج يريح اكتر ومحتاج ياخد وقت ان هو ياخد نفسه وما يلعبش كل الماتشات. وانا بعتقد يعني دي برضو حاجه بره المنتخب، مالكش علاقه برضو. يعني برضو الدوري الفرنسي مش اعلى حاجه في الدرجه التنافسيه، يعني اللي هو ارهاق شديد. هو يمكن الكلام هنا علشان المونديال قرب، يعني مش فكره انه صحيح، ولكن برضو بس الفتره دي، يعني انت الفتره دي حسم دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا، برضو البدايات في الدوري مهمه لكل الفرق. التجديد اللي عامله مبابي مع باريس سان جيرمان بالارقام الضخمه المعروفه، اعتقد صعب ان هو يقعد على الدكه، خاصه ان هم يعني باعوا ايكاردي، ما عندهمش حد كمهاجم صريح او راس حربه صريح يلعب قدامه. ده ما بنشوفوش مع ميسي ومثلا ونيمار، ان الاثنين بيلعبوا وانت عارف الموضوع ما بينهم، ما بين نيمار تحديدا كمان ومبابي لسه شايفينه في الانتر. فالوضع مش احسن حاجه.